التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من بريتوريا وبالتحديد استاد لوفتس اللي هيستضيف أحداث اللقاء الأهلي وماميلودي سان داونز. الجميع هنا بيتكاتف خلف النادي الأهلي، أفراد الجالية المصرية، وفي أسماء خلاص ارتبطت بوجود النادي الأهلي في جنوب أفريقيا، خلاص أسماء بعينها موجودة دايما في مع النادي الأهلي، مساندة ومؤازرة الفريق النادي الأهلي اللي بنلقاها، شايفين الترحيب الشديد والود اللي شايفينه من كل أفراد الجالية المصرية الموجودة هنا في جنوب أفريقيا. لكن بالتحديد احنا معانا في هذه الاثناء عمده المصريين في جنوب افريقيا الاستاذ محمد سعد. استاذ محمد ده برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخلينا كده من البدايه، كم سنه في جنوب افريقيا؟ احنا دلوقتي حوالي 23 سنه، داخلين 24 سنه ان شاء الله. دايما يعني نتمنى لك طول العمر وفتره طويله ان شاء الله في جنوب افريقيا، وان شاء الله ترجع بقى لمصر باذن الله بكل خير. كم سنة مع النادي الأهلي وكم رحلة للنادي الأهلي في خلاص ثوابت تعددت مواجهات الأهلي مع صن داونز في الفترة الأخيرة؟ احنا تقريبا مع النادي الأهلي دلوقتي 12 سنة، يعني من 12 سنة تدخلت مع النادي الأهلي وبننسق دايما مع إدارة النادي الأهلي في الرحلات اللي هي بتقام هنا في جنوب أفريقيا، المباريات اللي بتقام في جنوب أفريقيا إن شاء الله. التنسيق اللي بيتم ايضا مع مسؤول السفاره المصريه ودور معالي السفير احمد الفضلي معاكم في هذه الامور. طبعا معالي السفير يعني خطوه بخطوه من اول ما القرعه بتطلع بيتم التواصل وبيتم انشاء ازاي نقدر نعمل كل التحديات، لو في اي اجراءات لو في اي ترتيبات محتاجينها، فالتواصل مستمر ان شاء الله من قبل وصول البعثه لغايه ما ان شاء الله باذن الله نوصل البعثه للمطار منصوره ان شاء الله ومسافره باذن الله. الامور الخاصه والترتيبات الخاصه بجمهور اللي هيكون موجود في المباراه، المصريين الموجودين في جنوب افريقيا التواصل معاهم بيتم ازاي؟ حطونا في الصوره يا استاذ محمد. خليني اقول لك بس حاجه الاول، احنا ملعب لوفتس ده اساسا ملعب رجبي اللي هي اللعبه الاولى في جنوب افريقيا، سعه الملعب 55,000. النهارده اعلنوا ان هم عندهم استعداد وبيعملوا حجز لحوالي 50,000 متفرج. بالنسبه لتواجد المصريين والجاليه المصريه، احنا الحمد لله يعني من قبل المباراه بنحاول نتواصل مع الجاليه المصريه القريبه والبعيده وكل مشجعين النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نقدر بقدر الامكان ان احنا نقدر نحشد اكبر عدد نقدر نجيبه من الجاليه المصريه ومشجعين النادي الاهلي. هيبقى فيه طبعا حفله، ماميلودي سان داونز عامل حفله قبل المباراه، ودي برضو طريقه ان هو يقدر يحشد اكبر عدد، بس ان شاء الله باذن الله نطلع من الملعب ده بكره ان شاء الله منصورين ان شاء الله. اشكرك يا استاذ محمد. اروح للكابتن طيار محمد السروجي. خلاص اتعودنا في الفتره الاخيره الاهلي في جنوب افريقيا، الاهلي مع صن داونز اصبحت من ثوابت دوري ابطال افريقيا. اكيد طبعا، يعني احنا خلاص كاهلاويه قبل اي حاجه اتعودنا يعني في بطوله افريقيا ان مباراه صن داونز حاجه اساسيه، بالذات في الاونه الاخيره البطولتين الثلاثه الاخر. فطبعا المباراه ليها جانب خاص بالنسبه للجماهير النادي الاهلي وبالنسبه ليهم هم كمان، اسم النادي الاهلي كبير في جنوب افريقيا وفي اي حته يتواجد فيها النادي الاهلي، ده بيضيف للبطوله وبيضيف للفريق المنافس. يعني استاذ محمد، الاوساط الاعلاميه هنا الاجواء في بريتوريا بتتكلم على المباراه ازاي؟ احنا عارفين طبعا ان اورلاندو وكايزر تشيفز هم اكتر فريقين بيتمتعوا بشعبيه جماهيريه هنا في جنوب افريقيا. اكيد طبعا، اولا في تاهب كبير من الشارع الرياضي هنا في جنوب افريقيا للمباراه، مباراه بمثابه فاينل نظرا للمجموعه ولتقارب النقاط، فطبعا المباراه ليها جانب مهم جدا بالنسبة لصن داونز وبالنسبة للنادي الأهلي. طبعا صن داونز في الفترة الأخيرة بيقدم عروض طيبة جدا، فطبعا ده بيرشح كفة صن داونز هنا في جنوب أفريقيا مع حضور جماهيرهم، طبعا بيضيف إضافة كبيرة جدا وقوية جدا ليهم. يعني موجودين معانا لامسين كل الامور، شايفين ايه اللي لامسينه في عيون اللاعبين؟ احنا شايفين التركيز، الحماس اللي موجود عند اللاعبين، لامسين الامر ده ازاي؟ هو مش غريب على النادي الاهلي الظروف والمواقف دي، النادي الاهلي معودنا انه دايما في المواقف اللي زي دي بتظهر شخصيه اللعيبه، بتظهر روح الفانيلا الحمراء، شعار النادي الاهلي لما بيتواجد ده بيضيف بشكل كبير جدا. طبعا شايفين حماس وشايفين اصرار وشايفين زي ما انت شايف اللعيبه عايزه تقدم اداء قوي وعايزين يطلعوا بالثلاث نقاط وده الأهم، فإحنا إن شاء الله آملين إن ربنا يكرمنا ونخرج من المباراة دي بثلاث نقاط غاليين بإذن الله.
شكرا يا استاذ محمد، وان شاء الله نبارك لبعض بعد الانتهاء المباراه باذن الله. يا فاروق شكرا جزيلا. مستمرين مع حضراتكم طبعا، وتطلع يعني اراء الجماهير المصريه، الجاليه المصريه العربيه الموجوده هنا في جنوب افريقيا. استاذ عاطف برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، وانت قادم من جوهانسبرغ، انت مقيم في جوهانسبرغ، لكن انت مع وجود بعثه النادي الاهلي هنا في بريتوريا نقلت الاقامه بتاعتك لبريتوريا. طبعا ده الواحد ما بيصدق ان النادي الاهلي يجي، والنادي الاهلي دايما مفرحنا في كل حته، ودايما احنا بننبسط لان احنا متغربين، فلما النادي الاهلي بيجي بنحس بتغيير كامل، وبنحس ان احنا مبسوطين، لان طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، واحنا بنشجع الاهلي دايما في كل حته. وانا الحمد لله يعني من ساعه ما هم جم انا شايف ان اللعيبه مركزه جامد، وشايف ان الماتش يعني مش هيبقى سهل، الماتش صعب، هم عارفين كده واخدين التحدي. ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا بكره باذن الله، ويعني ان شاء الله باذن الله متفائل خير باذن الله، وهنفوز باذن الله ان شاء الله، لان انا شايف اللعيبه مركزه جامد باذن الله. لو حابب توجه رساله للاعيبه النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ يعني اولا ان احنا ندعي لربنا يكرمنا بكره، ان اللعيبه مركزه، وهم يخلي بالهم ويشتغلوا على نقطه ضعف الفريق المنافس، لان فريق سان داونز ما شاء الله بيتطور كل سنه عن سنه، فهم يركزوا في نقطه الضعف، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بكره، وباذن الله نفوز ونعمل نتيجه حلوه باذن الله ان شاء الله. شكرا يا استاذ عاطف. مستمرين مع حضراتكم، واحد من ابناء بريتوريا، يعني اقامه وفتره تواجده في جنوب افريقيا ومقيم في بريتوريا، استاذ احمد حمدي. استاذ احمد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، و الاجواء هنا في بريتوريا، انت احد المصريين المقيمين طبعا في بريتوريا، لمس الاجواء، عارف ان بريتوريا هنا معقل جماهير ماميلودي سان داونز. ايوه فعلا، هو ماميلودي سان داونز المقر الرئيسي بتاعه في بريتوريا، ده الملعب الرئيسي بتاعهم دلوقتي، هم كانوا بيلعبوا في اتريشفيل، حاليا نقلوا في لوفتس، وزي ما انت عارف ان لوفتس ده هو اصلا بتاع رجبي وكده، بس فتحوه يعني اول مره، لعبنا هنا قبل كده مرتين في 2001 و2007، والحمد لله تعادلنا في الماتشين ده، فيا رب يكون الاستاد ده وش حلو علينا المره الثالثه ونكسب بقى المره دي، مش يكون تعادل. الاوساط الاعلاميه هنا في بريتوريا، انا شايف المواقع كلها بتتكلم على المباراه، زي ما احنا عارفين ان كايزر تشيفز واورلاندو هم اكثر الفريقين اللي بيتمتعوا بشعبيه جريفه هنا في جنوب افريقيا، لكن الاوساط الاعلاميه بتتكلم على المباراه ازاي، الحديث عن مباراه الاهلي وماميلودي سان داونز؟ هي بقت ديربي خلاص، ديربي افريقي ما بين الاهلي وسان داونز، كل سنه خلاص ممكن يكون الرابعه او الخامسه، كل سنه يلعبهم، الاعلام بيدي تركيز جامد على الاهلي، بالنسبه لهم ده حدث مهم، يعني مش اصل الاهلي بطل افريقيا 10 مرات، فنادي كبير، هم نفسهم يكرروا تجربه الاهلي بالنسبه لهم، بس ماشيين على خطى النادي الاهلي بيحاولوا، فالماتش كبير، الماتش كبير، والاعلام مركز جامد على فريق الاهلي، وزي ما انت شفت النهارده كم الاعلام اللي جاي يصور التدريب الرئيسي بتاع النادي، ففي تسليط ضوء جامد على البعثه يعني وعلى الفريق. شكرك يا استاذ احمد، وباذن الله بالتوفيق للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. شكرا يا فاروق، شكرا ونورتوني. لا صوت يعلو فوق صوت الديربي، زي ما قال طبعا المصريين المقيمين هنا في بريتوريا وفي جنوب افريقيا، لا صوت يعلو فوق صوت الديربي الاهلي وماميلودي سان داونز. مباراه اصبحت من الثوابت، اهتمام اعلامي كبير جدا بهذه المباراه اللي خلاص الجميع بيعتبرها نهائي مبكر ما بين الاهلي وفريق ماميلودي سان داونز. كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، الحماس التركيز اللي احنا شايفينه ولامسينه في عيون لاعبي النادي الاهلي بينعكس علينا، بينعكس على افراد الجماهير المصريه المقيمه هنا في جنوب افريقيا، ان شاء الله موجوده غدا في استاد لوفتس لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. مستمرين مع حضراتكم وتغطيه اجواء مباراه الاهلي وماميلودي سان داونز، معانا اصغر مشجع مصري اهلاوي هنا في بريتوريا، حمزه. حمزه الاول، قول لي يا حمزه انت عندك كم سنه؟ انا عندي 8 سنين. 8 سنين ما شاء الله، بتشجع النادي الاهلي من وانت عندك كم سنه بقى يا حمزه؟ من ساعه ما انا صغير. ماشي يا حمزه، قول لي يا حمزه بقى، تعرف مين من لعيبه النادي الاهلي؟ الشناوي وكهربا وقفشة ومين كمان؟ وعلي معلول. وعلي معلول و كهربا وحمزة. حمزة علاء، قول لي بقى يا حمزة، تتوقع نتيجة المباراة ازاي ان شاء الله؟ كام الأهلي يكسب كام بإذن الله؟ يعني مش مضمون هيكسبوا كام، ممكن 3-0 او 3-1
مش هتفرق. طيب قول لي بقى واحنا مع بعض كده، ممكن مين اللي يجيب الاجوان يا حمزه؟ كل لعيب. كل اللعيبه تجيب الاجوان؟ حمزه انت سالتنا على الكابتن الخطيب، عايز تقول ايه للكابتن الخطيب؟ ربنا يشفيه ويرجع تاني جنوب افريقيا مع النادي الاهلي.